بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. برنامج رامز جلال الجديد، رامز في الشلال، ومرتضى منصور. كلنا شفنا حلقة مرتضى منصور امبارح مع خالد الغندور واحمد جمال اللي قعدوا لحد الفجر من الساعة 11 لحد، يعني قعدوا ساعة، وبعد كده مرتضى منصور جه بقى الأربع ساعات قعد وجاب ورق وكمية ورق لا حصر لها. شفنا واتكلم في مواضيع كتير وممدوح عباس والقصص اللي احنا عارفينها. كل ما يطلع في أي حوار وحتى مع اللعيبة بيحمس ليجي لي نفس الكلام، والحكم القضائي واللي مكرم محمد احمد ووقفنا وما توقفناش وعملنا وما عملناش والبرنامج والزمالك ومش عارف ايه والناس بتوع الاهلي. الناس ملت من نفس القصص بتتعاد كل مره، وهم ما عندهمش جديد، او ما عندهمش جديد زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، بيحاولوا يرسخوا عقده المظلوميه او المؤامره الكونيه على نادي الزمالك او كل ما هو زملكاوي. والقصه مش قصه زمالك بالنسبه لمرتضى منصور، قصه بالنسبه لمرتضى منصور قصه اسم وشهره. بمعنى ايه؟ يعني النهارده لو جيت علق امبارح على بعض الجرايد بتكتب رئيس نادي الزمالك ما بتذكرش اسمي، هو رئيس قال لك رئيس نادي الزمالك ده نكره، رئيس اسم الزمالك رئيس نادي الزمالك ده ملوش اسم، لا رئيس نادي الزمالك اسمه مرتضى منصور، راجل معروف، راجل هو بيقول على نفسه يعني. فالمشكله عنده بالنسبه له، واتكلم قال لك ازاي الجرايد ما تكتبش عني، السعوديه استقبلتني وده استقبلني، وازاي الجرايد ما تكتبش عني هنا في مصر والزياره التاريخيه يعني، ولما رجعنا بكاس مش عارف ايه بتاع السوبر المصري السعودي ولا حدش استقبلنا ولا حد سأل عننا، وكأن الزمالك ده شيء يعني مشي. الزمالك نادي كبير وعريق وكل حاجه، لكن المشكله زي ما قلت لحضراتكم في الباحثون عن الشهره، باحثون عن الشهره رئيس نادي الزمالك. واتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن رامز جلال، رامز جلال، واتكلم وقال لك هنشوف الام بي سي يا مكرم محمد احمد، واستنى برنامج رامز جلال اللي هنشوف اللي بيموت الناس وبيعمل الناس. وقدام القاضي قال نفس القصة، رامز جلال بيموت الناس وبيجيب الناس، وازاي انا اتوقف ورامز جلال مثلا ما يتوقفش. فالقاضي في المحكمة رد عليه قال له النجوم بتروح على مزاجهم عشان الدولارات، بياخدوا فلوس بيروحوا وهم عارفين هيعملوا ايه علشان خاطر الفلوس، فاحنا ملناش علاقة. وبعدين ايه مرتضى منصور من وجهة نظر، يعني لو رامز جلال قرر في حلقة من الحلقات انه يستضيف مرتضى منصور، يعني اعتقد ان الهجوم على رامز جلال هي دي. احنا بنشوف سنويا من 2005 تقريبا، 2005 و6 و7 و8 لحد وقتنا الحالي، مفيش فتره من الفترات الا مرتضى منصور ما يهاجم رامز جلال. واعتقد ان رامز جلال مرتضى منصور في الوقت الحالي والوقت اللي جاي هيهاجم كل من هو ذو شخصيه مشهوره او ذو شخصيه معروفه، شهره طاغيه يعني. يعني النهارده تعالى شوف يعني سبب هجومه على رامز جلال، البرنامج بياخد مشاهدات عالية سنويا، كل سنة الناس بتيجي مثلا تصلي المغرب والكلام ده كله، يقعدوا يفطروا ويشغلوا رامز جلال ده كل سنة باستمرار. رامز جلال بقاله مثلا 4 5 سنين مش عارف من أول ما بدأ إيه يعني. فمشاهداته طاغية، وده اللي يمكن مضايق مرتضى منصور، وممكن برضو علشان ما بيستضيفوش مثلا في حلقة. أنا يعني حتى أفكر بيه إيه اللي مضايقه من رامز جلال للدرجات دي، يعني مفيش قدامه رامز جلال يتكلم عن رامز جلال، يعني ايه القصه؟ فقلت ايه ممكن عشان رامز جلال استضاف كل الناس المعروفه في الوطن العربي كله، يعني خلال مثلا 5 سنين أو 6 سنين اللي بيقدم البرنامج بتاعه فيهم رامز جلال، استضاف كل الناس في الوطن العربي مش مصر بس، يعني في لبنان، في المطربين، ممثلين، لاعيبه كوره، كل الناس، لكن ما استضافش مثلا واحد زي مرتضى منصور. طب هو خايف مثلا مرتضى منصور لو استضافه رامز جلال هيسكت مش هيهاجم رامز جلال، بس ما هو رامز جلال خايف مثلا لو استضاف مرتضى منصور. وانتوا تخيلوا معايا كده لو في حلقه مع رامز جلال بطلها مرتضى منصور، هل الحلقه دي ممكن تتذاع؟ يعني هي حلقه اكيد كوميديه، هنموت على نفسنا من الضحك، هنضحك ضحك يعني ما ضحكناهوش لا قبل كده ولا بعد كده، لكن هل التلفزيون او القناه هتسمع باذاعته؟ او احنا اكيد معظمنا او كلنا مش هنسمع من الحلقه دي اي حاجه ولا كلمه خالص، لانها كلها تبقى تيت 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 كل اقل من ثانيه تيت، لان مرتضى منصور هنلاقي كله بقى والاصوات والمش عارف ايه والشتايم وابوك وامك ياد يا ابن اللي مش عارف ايه تيت تيت تيت، مش هنفهم حاجه من الحلقه. فممكن يعني يجيبوها بلغه الاشاره، مرتضى منصور ورامز جلال في حلقه بلغه الاشاره. انا مش فاهم يعني
ده راجل ممثل مكانه زي ما قصه عادل امام، مش الباحثون عن الشهره يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم، مش قصه انه يقول لك هحبسه عشان بيموت الناس وعلشان الناس وعصابها وبيحرق وبيولع في الناس والقصه، لا القصه قصه شهره. وزي ما شفنا حضراتكم البرومو اللي عمله رامز جلال تقريبا امبارح، اقل من 12 ساعه يعني، بقاله من انا شفته امبارح حوالي الساعه 12 بالليل، ملايين من المشاهدات على يعني عدى المليون رامز جلال في اقل من ساعه، في ساعه اقل من ايه؟ اقل من ساعات. تخطى الفيديو الدعائي لبرنامج المقالب رامز في الشلال للنجم رامز جلال المذاع على ام بي سي مصر، حاجز المليون مشاهده خلال ساعات. ومن ضحايا المقلب اللي ظهروا في البرومو الدعائي مالناش علاقه دعوه بفيفي عبده ولا غيره، مالناش علاقه، احمد فتحي ده ممثل احمد رزق وشهيره، شهيره لسه فيها ولها يعني نفس تطلع في برامج ربنا، سلوى خطاب، شيماء سيف، لاعب نادي الاهلي حسين الشحات، في اكتر من لاعب حسين الشحات يقول لك حسين الشحات، وفيه صالح جمعه وفيه وليد سليمان وتقريبا من الزمالك فرجاني ساسي، اكتر من لاعب يعني تقريبا اربع لعيبه حسين الشحات وصالح جمعه وليد سليمان وفرجاني ساسي، دي المقالب او اللعيبه اللي هيعمل معاها او اللي عمل معاها رامز جلال المقالب. وقدم رامز جلال على مدار 8 سنوات يا جماعه، 8 سنوات عده برامج اكتسحت حقوق نجاح باهره رغم كم الانتقادات التي تعرض لها النجم المصري اثناء برامجه السابقه، رامز قلب الاسد، رامز ثعلب الصحراء، رامز عن كامون، رامز قرش البحر، رامز وكل الجو، رامز بيلعب بالنار، رامز تحت حلقه، رامز تحت الصفر. لا انا عايز اسال حضراتكم يعني، يا ريت تكتبوا لي في التعليق في تعليقات حضراتكم، ماذا لو مرتضى منصور، تخيل كده ماذا لو مرتضى منصور اصبح ضيف او احد ضيوف حلقات برنامج رامز جلال، سيان بقى واكل الجو في بيلعب بالنار شلال مش شلال، لا قولوا لي تخيلكم او وجهه نظركم ممكن تصرف مرتضى منصور يبقى عامل ازاي، يعني لو مرتضى منصور اتحط في الموقف ده ايه هيكون رد فعله؟ مستني تعليقات حضراتكم. اما بالنسبه بقى لمرتضى منصور وخالد غندور، كلموا امبارح عن تركي آل الشيخ والايادي البيضاء لتركي آل الشيخ على نادي الزمالك، الراجل قال لك دفع 180 مليون جنيه ودفع مش عارف ايه، فخالد الغندور على الرغم يعني انه كان شغال في نادي بيراميدز لكن بما انه نادي زمالك بما انه زملكاوي الى حد ما يعني عاوز يرضي بعض الجمهور الزملكاويه اللي غضبت من تركي آل الشيخ لما قال ان نص لعيبه نادي الزمالك انا اللي جايبها، فعمل ايه يا خالد غندور؟ قال له يا سياده المستشار ما هو برضه تركي آل الشيخ عمل كده مثلا علشان قصه عبد الله السعيد، قال له لا 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 يعني الشرط الجزائي في عبد الله السعيد كان بيقول لك 100 مليون، قال لك لا 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 سيبك من الكلام ده يا خالد، لا لا 180 مليون جنيه، هو حمدي النقاز كان جه بعد عبد الله السعيد قال له لا يعني، قال لك ما دول ملوش علاقه بده، راجل لازم نشكره واحنا كل مره نطلع نشكره، ما احنا بنشكره من شويه، نادي الزمالك كان فيه 600 جنيه واحنا واخدين نادي الزمالك كان فيه 600 جنيه، الراجل جه وعمل ودفعنا ملايين ضرايب ودفعنا، تركي آل الشيخ لا عمل، فخالد غندور عايز يعني بما ان هيقول لك احنا بتوع الساعات، يقولوا على الاهلاويه بتوع الساعات يا بتوع، والنادي الاهلي طلب من الرقابه اللي تيجي تحقق وحققه وطلع النادي الاهلي 100 فل و10 مفيش اي مشكله على النادي الاهلي، لكن الزمالك دلوقتي هو اللي بقى محط كلام، ولما طلع تركي آل الشيخ مع عمرو اديب فالزملكاويه بعض الزملكاويه غضبوا يعني يقول لك لا، او قعدوا يخترعوا او يلاقوا مخرج لهم، ده واخد عمر جابر واخد مش عارف مين وعم واحمد الشناوي وعلي جبر، علي جبر جاي من اعاره ماشي اشتراه خالص دفع فلوسه، بازل جاي الثاني جاي من بازل بيع وشراء عمر جابر، احمد الشناوي شاري بفلوسه، حتى ما فيش كلام ده اتكلم اقول ايه، ده رئيس نادي قال لك قصه عبد الله السعيد هو دفع 180 مليون جنيه، قصه عبد الله السعيد دي لا هو كان جايب حمدي النقاز، كان جايبهم امتى؟ كان جابه قبل عبد الله السعيد، بس خالد الغندور تسمع صوت صرصور الحقل وهو لما سكوا مرتضى منصور، تركي آل الشيخ والايادي البيضاء على نادي الزمالك باعتراف رئيس نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.